ما حكم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة عندما يمر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة الإمام للخطبة أو التعميم على بعض دعاء الإمام أثناء الخطبة؟ هل يؤثر ذلك على المصلي وهل يعتبر قد لغى في صلاته؟ نعم، مطلوب من الحاضرين أن ينصتوا في خطبة الجمعة وأن لا يتكلموا بشيء، لا بذكر ولا برد السلام ولا بأمر بمعروف ونهي عن منكر ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا ذكره صلى الله عليه وسلم، فلا يتلفظوا وإنما يصلوا ويسلموا عليه في أنفسهم بدون أن يتلفظوا. هذا في حال الخطبة. أما في حال الدعاء الخطبة الأخيرة إذا دعا الإمام فلا بأس أن يؤمنوا وأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.